Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum di hadal video al-jadidah. Tayyib. Kaifa halukum ya jami'at barakallahu fiik. Ismi Indi Asliha, ana talibah fil jami'ah al-islamiyah al-hukumiyah bi Kadiri min qismi al-lughah al-arabiyyah fil fasl al-mahar wa kalam ba. Fi hadal fursah sa'udzakkir an qissah bil mawdu, yani قصة رائعة. هذا الشاب أكل التفاحة بغير إذن صاحبها، ولما استسمح رفض وكانت المفاجأة. طيب، قبل تشاهد هذا الفيديو أحتاج لكم لإعجابي والاشتراك والتعليق هذا الفيديو. طيب الآن سأخبر عن قصة رائعة، يعني الشاب أكل التفاحة بغير إذن صاحبها ولما استسمح رفض وكانت المفاجأة. طيب، كانت ثابت بن نعمان شابا تقيا يطلب العلم، وكان متفرغا له، ولكنه كان فقير. وفي يوم خرج من بيتي من شدة الجوع فلم يجد من يأكل، ثم حتى انتبه به الطريق إلى مزرعة كبيرة كان بها أحد بساتين المملوءة بأشجار التفاحة، وكان أحد الأغصان لشجرات متدليا منه التفاح، فحدثه نفسه أن يأكل. ماذا ثابت يده إلى التفاح فأكل نصفها، ثم شرب من التفاح في النهر بجانب المزرعة، ثم وقال لنفسه: ويحك يا ابن نؤمن، كيف تأكل من ثمار غيرك دون إذنه؟ وأقسم ألا يرحلي عن المكان حتى يدريك صاحب المزرعة ليطلب منه أن يحلل له ما أكل من هذه التفاحة. فسأل حتى وجد الدار وطرق عليه الباب، ثم فلما خرج صاحب المزرعة استفسر عما يريد، فقال ثابت بن نعمان: دخلت بستانك وأخذت هذه التفاحة وأكلت نصفها، ثم تذكرت أنها ليست لي، وأريد منك أن تناظرني في أكلها وأن تسامحني على هذه الخطأ. ثم قال الرجل: والله لا أسامحك أبدا، بل أنا خصمك يوم القيامة عند الله. بدأ الشاب تقي يبكي ويتوسل إليه أن يسامحه. بعده وقال له: أنا مستعد أن أعمل لك أي عمل تطلبه بشرط أن تسامحني. وظل يتوصل إلى صاحب البستان، وصاحب البستان لا يزداد إلا إسعاره، وذهب وطرق والشاب يلحق ويتوسر إليه حتى دخل البيت. ظل ثابت جالسا عند بيتين تغير خروج صاحب المزرعة حتى صلاة العصر. فلما خرج صاحب البستان وجده لا زال واقفا ودموعه تنزل على محيته، ثم فزادت وجهه نورا وقال: يا عم، إنني مستعد للعمل فلاحا في هذا البستان من دون أجر بقي عمري، ولكن بشرط أن تسامحني. عندها قال صاحب البستان: يا بني، إنني مستعد أن أسامحك الآن، لكن بشرط أن تتزوج ابنتي. ثم صدم ثابت من هذا الجواب ودخولي، ولم يستوعب بعض هذا الشرط، وقال: أتزوجها؟ قال الرجل: إن ابنتي عمياء لا تبصر،
وحرص لا تتكلم، وسمع لا تسمع، ومنذ الزمن وأنا أبحث لها عن زوج أستعمنه عليها ويقبل بها بجميع مواصفاتها التي ذكرتها، فإن وافقت عليها سامحتك. صدم ثابت مرة أخرى بهذه المفاجأة الثانية، وبدا يفكر كيف يعيش مع هذه الفتاة بهذه المواصفات، خصوصا أنه لا زال في مقتبل العمر، وكيف تقوم بشؤونه وهي بهذه الأحادي. بدأ ثابت ابن نعمان يفكر ويقدر ماذا يفعل في هذه الورطة، ثم علم أن الابتلاء بهذه المرأة وخدمتها خير من أن يأكل صديدا في جهنم جزاء ما أكله من التفاحة. فقبل زواج وهو يحتسب الأجر والثواب من عند الله، ثم توجه إلى صاحب البستان وقال له: لقد قبلت ابنتك، وأسأل الله أن يجازيني على نيتك. ثم فقال الرجل: بوعدك الخميس القادم عندي في البيت لوليمة الزواج، وأنا أتفكر لك بمهرها. فلما كان يوم الخميس ثم جاء ثابت حازن الفؤاد، ليس كأي روح. ثم في اليوم العرش وتسأل كيف أدخل على امرأة لا تتكلم ولا تبصر ولا تسمع، ولكنه توكل على الله وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما طرق الباب فتح له أبواب وأدخله البيت وقال له: يا بني تفضل بدخولي على زوجتك، وبارك الله لكما وعليكما. وأخذه بيديه وذهب به إلى الغرفة التي تجلس فيها ابنتك، فلما فتح الباب فإذا بفتاة تقوم إليها وتقول له: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وقف ثابت في مكانه يتعلمها في الدخول، وكأنه أمام حرية من حريات الجنة نزلت إلى الأرض، وهو لا يصدق ما يرى ونهى، يعلم ما الذي حدث ولماذا قال أبوها ذلك الكلام. ففهمت ما هي ظروف بالي، فذهبت إليه وصافحته وقبلت يده، فأخبرها بما قال عنها أبوها، فقالت: صدق أبي ولم يقدم، أبي قال عني أنني خرصائي لأنني لم أتكلم بكلمة حرم، ولا تكلمت مع رجل لا يحل لي، وإنني سمائي لأنني ما جلست في مجلس فيه غيبة ونميمة، وإنني عمياء لأنني لم أنظر إلى أي رجل لا يحل لي، وإنني واحدة أبي ومنذ عدة سنوات وهو يبحث لي عن زوج صالح. فلما أتيته تستأذنه في التفاحة وتبكي من أجلها، قال أبي: إن من يخاف من أكل التفاحة لا تحل له أولى به أن يخاف الله في النبي، فهنيئا لي بك زوجا وهنيئا لأبي بنسابك. ثم وبدأ عمي أنجبت هذه الفتاة
غلاما كان من القلائم الذين مروا على هذه الأمة. ثم إنه الإمام أبو حنيفة نعمان صاحب المذهب الفقهي المشهور. طيب الآن سأخلص من قصة رائعة، يعني إذا خمس نقط فكرية رئيسية. أشرت إلى النقط الإيجابية أولا. طيب الأول، يعني أعملوا بجد أو استمر في المحاولة بينما لا تزال قويا. ثم ثانيا، يعني سيعود اللطف إلى أنفسنا. وثالثا، هو الصدق الذي ينتج عنه نتائج مثالية. وده الرابع، هو يقرئ على أن يكون مسؤولا. الآخر رقم الخامسة، هي يعني مفيد أو مساعدة. الحمد لله رب العالمين. الآن سأخلص عن قصة رائعة. بدأه إذن خمس نقط فكرية رئيسية. أشرت إلى النقط الإيجابية أولا. طيب أولا، هو أعمل بجد أو استمر في المحاولة بينما لا تزال قويا. ثم ثانيا، يعني سيعود اللطف إلى أنفسنا. ثم ثالثا، الصدق الذي ينتج عنه نتائج مثالية. ثم الرابع، هو يجرئ على أن يكون مسؤولا. وده الآخر، هو مفيد أو مساعدة. وبالنسبة للنقط السلبية، أذكر واحد فقط، هو لا تأخذ أشياء أو أي شيء ليس ملكنا. من نقط أعلاه، أخذتها من قصة جيدة جدا. لماذا أخذت ذلك؟ لأنه من خلال تلك القصة يمكننا العمل بجدية أكبر وإعطاء الأولوية للصدق الذي ينتج عنه امتيازات. طيب الحمد لله رب العالمين. شكرا على اهتمامكم وعلى مشاهدة. إلى اللقاء، مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.